وانزا مغربي كازاوي وانزا عبد العزيز وانزا يكنيتي 25 عام تزاديت في كازا كبرت في كازا ودابا شي 6 سنين باش مشيت لفرنسا على ود القراية وملي ساليت قرايتي بديت كندير الراب. انا بعد قبل من اللغة من صغري تنغني يعني من دون عمر الاظافر كيف ما تنقولوا من الصور حتى تعرض عليا خالتي تندخل للدار هو عبد العزيز دخل يغني لينا ديما فهمتي كنت باستون ديالي مع الوالده تنكونوا مريحين ماما تغني اغنيه وخو دري تغني اغنيه وانا تنغني اغنيه ديما تنغنيو في الدار ابخي انا لو ستيل ديال لوغاب انفلونساني واحد الدرجه كبيره سورتو ملي كنت في الليسي وفي فاش مشيت ليزيكول سوبيريور ولقيت بان هذاك هو لو دومين اللي نقدر نعبر فيه على داك الشيء اللي تنفكر فيه انايا بواحد الطريقه اللي غتقدر توصل بزاف ديال لي جون اللي بحالي وبوتيتغ نوصل لهم دي ميساج زوينين. كنت انسبيرا بزاف من كريس براون اشر نيو كانوا بصراحه كانت واحد لا فاغ ديال لي رابور تي وديال لي شونتور ماشي كاع تي دي رابور تي وهاديك ليبوك كانوا معروفين اش كاين في ناير البيك مسلم هذاك لو كليب اون فيت هذيك دو هذاك لو مورسو غير ضحيت به كنت فاش كنت درت داك اوكي وي تشالنج في انستغرام اللي هو اللي بوزا مزيان وعطاني واحد لا فيزيبيليتي كان ضروري خاصني نخرج شي حاجه في يوتيوب وعلى بلاص ما ندير غير دي بارول تيطلعوا ولا تيهبطوا ولا واحد لعيبه صغيره جي شيرشي دوك لي انيماسيون ديال ان جو كي سابيل بابجي حيت انا مبلي به سي با ان كلاش حيت بزاف ديال الناس تيسحبوا انك غير تعطي لا في ديالك سي ان كلاش سي با دو تو ان كلاش قلتها في واحد لو لايف واش نعاود نقولها انا هذاك السيد تنحترم لو باركور ديالو لواحد الدرجه ما تتصورش سوف كو ما عجبنيش لو فات ديال انه يحتقر لا نوفيل جينيراسيون ساشون كو هو في واحد الوقت كان هو محتاج لواحد لاد محتاج وكان كيقول بان فوالا هذا ما تيعطيوناش حقنا في لي البوم بيدوك حل ديالو تيدوي على هذا الشيء تيقول لك لا خاصني نخدم خاصني هادي دونك يخدم يدير شي حوايج زوينين ولكن ما يحتقرش الدراري اللي يلاه جايين حيت الا دي كو من مورا الكليب ديالي بلا ما يبقى شي واحد يخرج غير كاميرا ويصور جو بونس الا شاف الكليب ديالي من الكليب الاول اللي خرجت الكليبات اللي تيخرجوا دابا يا ان غران ايفور وخرجنا غير كاميرا ما لا غير دابا شوف كيشوفوا الطانقه كاسكيطه في الغوز سلسله قميجه لا معلومه انا شحال هادي فاش كنت صغير كنقول يا كريس براون فاش كبرت شويه تيشبوني بواحد اخر شويه كاين اللي كيقولوا معلومه كاين اللي كيقول كوينسي كاين اللي كيقول لي رشيد رافيق كاين اللي كيقول لي فهمتي زعما ماشي جيني صراحه زعما باش نشبع المعلومه طوطو نقول ديزي دروس حيت خدمت معاه بزاف ديال الحوايج وديجا تلاقيت معاه دونك نقول ديزي دروس حليوة ما تنعرفوش اش غادي نقول لك فبوس ما تيتقارنوش ماد وكريزي ما تيديروش فريمون نفس الحاجه ماد كاين فواحد لونيفير وكريزي كاين فواحد لونيفير ملي تنكون ميلانكوليك غنبغي نتمزك المهدي ملي غنبغي نخرج للزنقه باغي نضارب نقدر نتمزك الكريزي سي تري تري كومبليكي فهمتي نقدر نقول لك بحال دابا وحده اللي ماشي سي با زعما ماشي عليها مي غير لو ستيل ميوزيكال اللي حتى دابا جاني ال سو شيرش انكور حيت انا جو شيرش انكور يا بسايكو كوين تجيني زعما باقا ال سو شيرش مي لي 3 اوتر الا قدرت ندير معاهم ثلاثه مزيان ملي تنبغي نكتب راه اول حاجه تخرج ليا في لساني تخسر الهضره ساهل تخسر الهضره في موسيقى ساهل اول غيم تخرج لك الشن بالزربه مي ملي تطريح تخدم واحد شويه باش حتى الموسيقى ديالك تدخل للديوره تدخل عند الناس ويسمعوك يقدر الولد مسافر مع باه يطلق موسيقتك في الطوموبيل وما يحشمش
Moi, je cherche pas le buzz. Je cherche le succès. أنا وطوطو هاد لو ديو كنا باغيين نخدموه شحال هادي من فاش تلاقينا في فرنسا و ديغنييغمون عاودنا تلاقينا في مراكش و سجلناه لا بور المومون كنتسناو باش نديرو ليه كليب و النهار غادي يخرج غيخرج ان شاء الله. انا ما مفتخرش بانني درت الاوكيوي تشالنج، مي مفتخر ان بكاع روابا لعبو فيه و زعما ماشي بوحدي اللي زعما درت هاد ليدي، حيت كل مره باوش الدراري كان لو فريستايل ما عنده فين يوصل. اوكي ويت تسنى ونزاكي فريستايلي عاوتاني، اوكي ويت تسنى هادشي راه كنديرو بلا فانيد، نضم مريض سطات تلقاو هنايا غير المرايد، اوكي ويت تسنى ودير يدير الصف باش تستفيد.